بس أنا هتوقف عند فكرة إن أنا سألت أكثر من محلل سياسي قالوا لي إن روسيا بتعتبر إن مصر هي البوابة نحو أفريقيا. ما أنا ده يعني عايز أعرف من وجهة نظرك ليه وإزاي؟ يعني هل يعني بتعتبر روسيا إنه فعلا مصر هي بوابة أفريقيا؟ هي إحدى البوابات الرئيسية، وأعتقد أنها تأتي في المرتبة الأولى. لأن مصر تحقق توازن استراتيجي في المتغيرات، ولا أريد أن أدخل هنا في الفلسفة السياسية، المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية التي تحدث في المنطقة، ومصر لها وزن كبير جدا في حل الكثير من القضايا الجيوسياسية والنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا. هناك احترام وثقل وقوة لمصر والقيادة المصرية على مدى التاريخ بغض النظر عن المراحل، ونحن نعلم أن مصر دخلت في كثير من حل القضايا، إلا القضية التي الآن نشبت بفعل غربي أيضا هي قضية سد النهضة وقضية أسلوب إثيوبيا، التي تحاول روسيا أن تلعب إلى حد كبير دور في تصحيح المسار والوصول إلى اتفاق بين هاتين الدولتين. أمر طبيعي أن تحتاج مصر إلى روسيا في حل النزاعات ومشاكل إقليمية، لأنه عندما تنظرين من جانب آخر قد يكون لك فكرة أو رأي لا يراه من يجلس كمن يشاهد كرة قدم، من يجلس في استاد ليس كمن يلعب على الأرض، فهو يرى أكثر. لذلك عندما تحتاج روسيا إلى أن تتحرك في أفريقيا من أجل أن تقدم الدعم اللازم بما يخدم المصالح المتبادلة والمنفعة، ليس هنا فقط على أساس إنساني واجتماعي بحت، وأيضا براغماتي وأيضا مصالح متبادلة، هذا ما تريد. فهنا مصر يمكن أن تلعب هذا الدور في الدول الأفريقية لما لها من ثقل جيوسياسي. يا دكتور بعد إذنك أنا عايزة أسأل سؤال مهم جدا. حضرتك أوضحت لنا إنه ماذا ستحصل أفريقيا من روسيا. طيب ماذا ستحصل روسيا من أفريقيا؟ من بلدان أفريقيا جميعا. بلدان أفريقيا فيها الكثير من الثروات، عدا عن الموقع الجيوسياسي الكبير الذي يحتاج إلى تطوير. يا دكتور حينما نذكر الثروات يعني يجي في ذهننا على طول الاستعمار. الاستعمار مش موجود الآن، الاستعمار يتقهقر قولا واحدا وأفريقيا انتفضت. احنا بنبدل الاستعمار ده باستعمار تاني. لا، لن يكون هناك استعمار، ونحن نعلم تماما أن روسيا دائما عندما تتحدث على المنافع المتبادلة والمصالح المتبادلة والتطوير المتبادل. عندما سيتم ذلك وأنا سوف أذكرك بهذا بيوم من الأيام. لم تكن روسيا يوم من الأيام هي دولة مستعمرة لأي دولة من دول العالم وحتى في أفريقيا، وهي دائما القادة الأفريقيين القدامى والحاليين وحتى المحضرين الجدد دائما. على فكرة أنا ما قلتش إن هي عايزة تستعمر، بس هو بيجي في الذهن يعني إنه أنا أستخدم المواد الخام لا من خيرات هذه البلاد. ما فينا نمسك المواد الخام كخطاف ونعلق فيه، يعني هناك منفعة متبادلة. روسيا تستطيع أن تعوض أفريقيا الأمن الاقتصادي. هناك منفعة متبادلة؟ نعم، أفريقيا تحتاج إلى دعم السيادة ودعم استقلالها ودعم الأمن الغذائي والاقتصادي، وروسيا لديها موارد هائلة من الإنتاج الزراعي التي يمكن أن يغطي. وأفريقيا لها موارد أيضا. لا، أفريقيا ليست مستثمرة، فيها 60% من الأراضي الزراعية الخصبة غير مستثمرة، وأكثر من 20 أو 60% يعملون في الزراعة. أيوة، أنا قصدي أنها تملك الخير. تملك الخير، روسيا تكتب التكنولوجيا الزراعية وتملك الآليات الزراعية وتملك المعدات وتملك الخبرات. إذن هناك تبادل منفعة. نعم، أنت لديك الأرض. هو ده الجواب. نعم. أنا أخذت جوابي. نعم. جواب على سؤالي. وهي ما يعلنه الروسي، وهو ما يقرر في المحاضر وفي الاجتماعات وفي اللجان. أنا لدي الأرض ولدي الأيدي العاملة ولدي الكثير من الإمكانات التي يمكن أن تطور الزراعة. روسيا لديها تطور في مجال التكنولوجيا الزراعية، هناك تطور في مجال العلم التقني، هناك في مجال الطاقة النووية أيضا. التكنولوجيا النووية تحتاج إلى محطات، هناك تعاقدات قديمة أصلا في محطات كهربائية. هناك في مصر محطة الضبعة رصدت لها روسيا 25 مليار دولار على أساس شروط السوق، وليس على أساس روسيا عندما تعمل منذ أيام الاتحاد السوفيتي. هي لا تستعبد ولا تسترق الدول التي تعمل معها، هي لا تشترط ولا تضع أمام خيارات واشتراطات سياسية عندما تقوم باتفاقات اقتصادية. هي تقوم بهذه الاتفاقات على مبدأ المنفعة المتبادلة وتقدم مساعدات ودعم إنساني.